ميجر هجوم. يظهر ان المقاومه جامده قوي جوه. كابتن علي، كابتن علي، ايه الموقف عندك؟ قدم تقريرك. حول. ايوه يا ميجر، استولينا على مبنى القياده بالكامل وامناه. ايوه يا كابتن، انا الكولونيل روزي قائد القوات. انا بحييك. قولي عملت ايه مع المتمردين؟ قبضتوا على حد منهم حي؟ لا يا فندم، ما قبضناش على اي حد فيهم حي. ايه، قتلتوهم كلهم؟ ما حصلش يا فندم. هو ايه اللي ما حصلش يا كابتن؟ ما حصلش اي اصابات يا فندم من المتمردين. يعني ايه؟ مش فاهم. ما هو الحقيقه يا فندم ان احنا ما لقيناش حد نقبض عليه او نقتله. المبنى كان فاضي. ايه، فاضي؟ الو مجر باسل، ميجور باسل. ايوه يا فندم، ميجور باسل مع سعادتك. طمني، ايه الاخبار عندك يا باسل؟ هاجمنا مبنى النادي والشاليهات واستولينا عليها كلها. قولي، قبضتم على اي حد؟ قتلتم اي حد؟ الحقيقه كان مبنى النادي والشاليهات كلهم كان فاضي ومفيش حد يا فندم. فاضيه؟ يعني ايه فاضيه؟ هيكونوا راحوا فين يعني؟ اكيد هربانين في البيوت، مستخبيين وسط اهالي المقاطعه، واخدينهم كدروع بشريه. امسك، اطلب ميجور عماد، قول له خش فتش المقاطعه بيت بيت، حجر حجر، ينكش لي كل خرم ابره في المقاطعه، يقبض على اي حد يلاقيه، رجاله ستات عيال، اي حد، اي حد.